بنلف في نفس الدايره، ان دايما كل هجمات البنك الاهلي في الشوط الاول كانت من الناحيه الشمال ليهم اللي هي يمين الزمالك. بص هنا كريم بامبو رايح عشان يستلم الكره، متاخر جدا في التغطيه حسام عبد المجيد، ما راحش معاه وضايقه فسابه بحريته تماما. وبص هنا اسحاقو يعقوبو قدر يهرب من ابراهيم انداي، لان ابراهيم انداي مش دوره انه يكون مدافع بشكل كويس، هو بيدي في الناحيه الهجوميه ومطلوب منه اداء ادوار دفاعيه بس مش مطلوب منه اجاده الادوار الدفاعيه 100%. نتيجه تاخر حسام عبد المجيد مع كريم بامبو هنا، بص الكره في النهايه بقت بره اطار حركه حسام عبد المجيد، ومفيش فرصه ان حسام عبد المجيد يلم نفسه وانه يكفر المساحه دي. فهنا مدبولي يقدر بباص مباشر يقدر يطلع اسحاقو يعقوبو ويبقى ضربت الجنب اليمين كله للزمالك، عشان اسحاقو يعقوبو ينطلق هنا ويتحط الزمالك في موقف 3 من البنك على 2 بس من مدافع الزمالك. وطبعا بطء كبير جدا في ارتداد وسط الملعب، مفيش لا دونجا ولا عمر جابر ولا حتى زيزو بيكملوا في الناحيه الدفاعيه وبيرتدوا لورا، فبالتالي الزمالك كان بيلعب متقسم في الشوط الاول ل3 في الدفاع و7 في الهجوم.